طيب لو انا اتكلمت عن مكمل غذائي او حاجه ان انا اقدر ان انا من خلالها اساعد نفسي ان انا اخس من غير ما اتعرض ان انا اجوع نفسي او ان انا اخس بطريقه غير صحيه ويبتدي بقى شكلي يبان عليه والكلام ده كله، هل في حاجه نقدر ان احنا من خلالها نعمل ده؟ طبعا المعادلة الصعبة دي طبعا أكيد، ودايما الحاجات دي بتبقى حاجات طبيعية زي بيستا اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. دايما الحاجات الطبيعية الفاعلية بتاعتها بتبقى عامل مساعد، يعني لازم ان انا اكون مظبط الاكل بتاعي، لازم اكون اللايف ستايل بتاعي عامة مظبوط، وباخد الحاجات دي عشان تحفز معايا الحرق، تسد معايا الشهية، تقفل معايا شوية الكمية اللي أنا باكلها، لأنه بيستا بقى في ثلاث حاجات، يعني هو بيشتغل على ثلاثة ميكانيزم. أول حاجة مشكلة الناس اللي هي دايما بتحب تاكل كتير أو متعودة على بورشنز كبيرة أو كل حلويات الناس تحب بالظبط، بيجي لها كريفينجز على حاجات معينة وهي ظابطة الدنيا واللي هو خلاص هي لازم تاكل الحاجة دي دلوقتي. فهو في ألياف، الالياف دي هو اول منتج في مصر فيه ثلاث انواع من الالياف اللي هم قشور السيليوم ورده القمح والشوفان. الالياف دي بتعمل ايه؟ بتخش جوه المعده تمتص الميه اللي موجوده فبتنفش زي ما بيقولوا، بتاخد حيز كبير من المعده، فانا يبقى قدامي الطبق وانا مش عارف اكل منه اكتر من كده، فانا يبقى بيجي لي كريفنجز على حلويات وسكريات فاكل منها قطمتين والاقي ان انا حسيت بالساتسفاكشن او اللي هو الرضا، اللي هو تمام انا مش محروم، انا باكل كل حاجه انا نفسي فيها بس غصب عني باكل بكميات قليله. تاني حاجه كمان موجوده في بيستا هو الكروميوم، والكروميوم ده معدن مهم جدا لتظبيط نسبه السكر في الدم والحساسيه بتاعه الانسولين اللي هو اصلا الهرمون مسؤول عن تخزين الدهون في الجسم، واللي هي حساسيه الانسولين دي بتقل على مدار العمر، يعني احنا كل ما بنكبر مش الحرق هو اللي بيقل، الكتلة العضلية بتاعتنا هي اللي بتقل وحساسية الإنسولين هي اللي بتقل. فلما يبقى معايا حاجة بتحفز لي كمان الحساسية بتاعت الإنسولين فتخلي الحرق بتاع النشويات معايا أحسن كتير، فأنا بقى قفلت الشهية وبحرق كمان نشويات. آخر حاجة فيه هو فيتامين سي بتركيز 30 ميلي جرام. فيتامين سي طبعا احنا عارفين أهميته للمناعة وللبشرة، بس هو ليه دور كبير قوي في الفات اوكسيديشن او في حرق الدهون في الجسم، فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، باكل كل اللي انا نفسي فيه بس بكنترول الكميه، حتى مش لازم عشان اخس، دايما احنا بنبقى ساعات محافظين على وزننا او عاجبنا شكل جسمنا بس بنتعرض ان احنا في عزومات، في افراح، في عايزه لخبط يومين ثلاثه بالاكل، انت عارفه بالظبط كده يعني. لا والعزايم والله لا تاكلي، لازم تاكلي، فانا عشان اعرف اكل بس اكل كميه ما تاثرش على شكل جسمي او على وزني او حتى على صحتي، لازم ان انا ادخل بيستا كمكمل غذائي معايا قبل الوجبات بتاعتي عشان يقدر يحل لي المشاكل دي كلها. كويس كده.